ارفع صوتك يا استاذي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل من معايا. شلونك استاذ؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك. أنا اسمي محمد من العراق. شيعي ولا سني محمد؟ شيعي ولا سني محمد؟ شيعي إن شاء الله. سؤالك أستاذ محمد. ألو؟ تفضل سؤالك. سؤالي ولو زحمة عليك، أريد أفهم شنو هذا الخلاف اللي دائم بين دائما بين الشيعة والسنة؟ شنو هذا الخلاف ما بين الشيعة والسنة؟ أنت مقلد لمين يا أستاذنا الفاضل؟ يعني رجاء، أنا شيعي لأهل البيت عليه. مقلد لمين يا أستاذ الفاضل؟ أنت مقلد لمين من المراجع؟ معروف أن الشيعي العامي مقلد، أنت مقلد لمين؟ مقلد لسماحة السيد آية الله العظمى السيد علي السيستاني. طب وحضرتك مش عارف إيه الفرق ما بين الشيعة والسنة؟ عمرك كم سنة يا أستاذ الفاضل محمد؟ لا أبي أشوف هذا الخلاف على شنو الدائم، لازم أكو فرق بين الحق والباطل. ممتاز. الذي يقول بعدم صحة القرآن على حق أم على باطل؟ يقول بصحة القرآن؟ نعم، الذي يقول يعتقد وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس بتمام والذي نزل على محمد، تمام، وأن هناك قرآن آخر مع المهدي، الذي يعتقد بهذا على حق أم على باطل؟ القرآن الذي نزل على على النبي محمد. نعم، الذي يعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا اليوم ليس هو نفس القرآن الذي نزل على محمد وأن هناك قرآن آخر مع المهدي، على حق أم على باطل؟ هناك ليس قرآن مع المهدي. أنا شوف سؤالي واضح، شوف سؤالي واضح، عايز تفهم من على الحق ومن على الباطل، طرحت عليك سؤال، الذي يعتقد بهذا على الحق أم على الباطل؟ وكل احنا نعتقد بان الكلام الكتاب الذي انزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا الكتاب. شوف سؤالي برضو واضح، مش ده سؤالي، الله يصلح حالك. انا سؤالي الذي يعتقد بان القران الذي معنا اليوم هو ليس القران الذي نزل على محمد وان هناك قرانا اخر مع المهدي، ده على حق ولا على باطل؟ لا، هو القران الذي انزل على صدر محمد هو الحق. أنا بسألك الذي يعتقد بقى أن القرآن اللي معانا اليوم ليس هو القرآن الموجود مع المهدي محمد بن الحسن العسكري، على حق أم على باطل؟ ما فاهم سؤالك، ممكن تعيد؟ أقسم بالله أنك فاهم السؤال بس أنت مش عايز تجاوب. لا لا، بس خلي أفهم مقصد السؤال ولو زحمة عليك، عيد السؤال. السؤال حضرتك بتقول من على الحق ومن على الباطل، فقلت لك ما حكم الذي يعتقد أن القرآن الذي معنا اليوم هو ليس القرآن الذي مع المهدي بل هناك قرآن آخر مع المهدي، تمام؟ فيه أسماء هناك يا أستاذ، هناك ليس قرآنا مع المهدي، وهذا القرآن الموجود عندنا نفسه هو القرآن عند المهدي أجل الله تعالى. إيش حكم الذي يعتقد بذلك أن هناك قرآن مع المهدي آخر وأنه فيه أسماء الأئمة وفيه أسماء المنافقين من الصحابة وكل هذه الأمور، إيش حكم الذي أعتقد هذا؟ هل على الحق أم على الباطل؟ على الباطل. ممتاز. فعندك 35 عالم شيعي قال ذلك، عندك 2000 رواية عن الأئمة قالت ذلك، ممتاز؟ فهل تكون الشيعة على الحق أم على الباطل؟ وانا من قلت لك انه القران، انا ماليش دعوه باللي انت قلته استاذي، انا مستنيش باللي انت قلته، انا بس شوف انا بستدرك معاك في الكلام. الان انا عندي 2000 روايه عن ائمه اهل البيت في مرويات الشيعة تقول بعدم صحه القران، ممتاز، وعندي 35 عالم شيعي قال بنفس الاعتقاد وان هناك قران اخر مع المهدي. حضرتك قلت الذي يعتقد بذلك على الباطل، من بقى على الباطل؟ الأئمة ومن اتبعهم من المراجع من أهل السنة؟ خلي بينك إن القرآن الذي نتكلم عنه ويتكلم عنه الأئمة، أبين لك أستاذي، بس خلي خدمة خلي بينك. نعم فهمت، أنا فهمت. صوت ماكو أستاذي حبيبي. تفضل يا أستاذي، علق عقب، تفضل. صوت ما سمعت. تفضل عقب يا استاذي، بقول لك عقب، اتفضل.
يعني من قريت لك القرآن أو قريت لك اللي يقول أن القرآن مع الإمام المهدي يختلف عن القرآن هذا اللي عندنا حاليا، هو على باطل. هو بمقصد كلامي، بمقصد كلامي ليس خلاف القرآن اللي عند الإمام المهدي نفس خلاف لهذا الكتاب، لا، وإنما العلماء والأحاديث اللي طرحتها هذه على الكتاب الذي أنزل الذي عند الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهو صحيح بكثير من الروايات حتى عند علمائنا. ممكن الله يصلح حالك يا أستاذ محمد تراجع حلقاتي في تحريف القرآن، عملت حوالي 19 حلقة في تحريف القرآن، وأقوال الأئمة ومراجع الشيعة في تحريف القرآن. ممكن تتابع الحلقات دي بعد كده تتصل بيا؟ زين، اجيت وياك. شكرا نعم ليك، نعم شكرا ليك يا أستاذ، فهمت. شكرا ليك. دقيقة دقيقة، اتفضل سؤال ثاني. اتفضل. ما حكم تفضل. ما حكم من خالف النبي بوصيته؟ أي وصية؟ وصية إلهية أم وصية بشرية؟ إذا نجي على الوصية الإلهية فهي الوصية الإلهية التي أوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكتابه الكريم، إنما يريد الله أن يدفع عنكم الرسل أهل البيت أنا لا ويطهركم لا لا أنا تطهيرا. أصلا عندي سؤال، لماذا في وصية إلهية أم وصية بشرية؟ لماذا أستاذنا الفاضل؟ هوضح لحضرتك بس عشان الإخوة تفهم. يعني النبي في غزوة مثلا بدر، تمام؟ أراد أن يأخذ موضع للقتال وأقال للمسلمين نأخذ هذا الموضع. ممتاز؟ فهل هي هنا وصية من النبي بذلك بشرية أم كانت إلهية؟ فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله، أهو الوحي أم الشورى والحرب؟ قال: لا، الحرب والمكيدة. قال: فلنأخذ موضع غير هذا. فبالتالي هنا إذا ذكرنا أن الذي خالف النبي في ذلك يكون مخطئ أو كافر، لا يكون ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تلك وصية بشرية أو أمر بشري، لم يكن في هناك وحي فيه. أما من يخالف النبي بوصية إلهية واجبة من الله تعالى على نبيه للناس، فلا شك إن مات على مخالفة تلك الوصية لا شك في كفره. ممتاز. حضرتك بقى اجابتك عن سؤالك الثاني، سؤالك الثالث، ما سمعت. عندك اسئله تانية؟ نعم اتفضل، اخر سؤال ليك ده. نعم نعم سؤالي الأخير، وهو في كتبكم ومن مصادركم البخاري يتكلم عن الروايات الجنسية التي تمارسها. شفت انت خرفت ازاي؟ فطالما خرفت الغور، فطالما خرفت